لما انت دخلت حضرتك دخلت على الفور سمك على الشمال، مين بقى اللي كان موجود من على اليمين؟ شباك ده بتنزل في يعني انت ما شفتش مين موجود جوه المحل؟ شفت بس كان موجود، كان موجود في الاخر، وشفت اخوه، وشفت اخوه كان موجود في الاخر المحل، وهو المدعو سامح رمضان، ما سامح سامح رمضان محمد، سامح رمضان محمد دخل جوه المحل شكل ايه؟ ان المحل فيه بابين، واحد باب من على عبد الخالق ثروت، شارع عبد الخالق ثروت، والتاني على شارع محمد فريد، فلقيت سامح دخل على الباب التاني. الباب التاني والمتهم اسامه ندهلي وقال لي تعالى يا حاج شوف العداد الميه في ايه، مش كده؟ قلت له رحت معاه؟ رحت مثلا دخلت ليه؟ انا خفت عدد الميه اللي ناقصه ميه اربعه. مش مشكله، المهم يعني انت دخلت معاه. وانا دخلت معاه المخزن اللي هو على ايدنا الشمال اول ما نخش. ايوه. المخزن ضيق. المخزن ضيق. ما كنتش لوحدي عكس. فهو سابقني وراح على الباب، كنت في ملعب، المرض شغال. ملعب فتح قش تحت. فسابقني على العداد وفتح وش العداد، فانا لما بصيت في العداد عشان ابص على العداد هو لازم يرجع تاني عشان الطريق يرجع تاني فانا اروح فهو يعني مثلني كده هو حاط ايده الشمال يعني هو وراك حاط الشمال عليك من الناحيه الشمال وايد اليمين على بوقك واستخدم يدي الاثنين، واحدة حطها على فمي وواحدة على فمك وواحدة على رقبتي. ازاي على رقبتك بيعمل ايه؟ وبعدين عمل ايه بقى؟ اللي حطها على رقبتك عمل فيها ايه؟ بيتك على رقبتك على رقبتك. فانا حاولت اضربه بالموبايل كان في ايدك الشمال الشمال حاولت اضربه بيه على دماغه عشان يسيب يعني عشان اعرف فما عرفتش اقول وبعدين قعد يدوس على رقبتي انا فقدت الوعي وقعت على الارض على وشك ولا على ظهرك لما وقعت كده زي ما انت بتقول نزلت طولي كده على رجلي وبعدين وقعت ما اعرفش وقعت على ظهري ولا على وشي ما تعرفش وقعت على وشك ولا على ظهري يعني ما تعرفش نزلت على ظهري ولا على وشي ولا على صح كده؟ صح بس وسقطت من طولي يعني سقطت من طول ما حسيتش بحاجه وما حسيتش بحاجه بعد كده سين ملل